اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقه جديده من برنامجكم عدسه اثراء، اللي من خلالها نسلط الضوء على جميع المواضيع المختلفه والانشطه ويعني الفعاليات او المقامه داخل دوله الكويت، منها الثقافيه والاجتماعيه وايضا الدينيه. فتابعونا في حلقه اليوم، لدينا الكثير والعديد من المواضيع المختلفه. اهلا وسهلا فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حديث عظيم يبين أن للإيمان حلاوة، والحلاوة هذه تكون في القلب، لأن موضع الإيمان هنا في القلب والعقل في القلب. ف عندما يوفق العبد لأن يكون في قلبه إيمان بالله تبارك وتعالى، فإنه سيكون متعاطيا لهذا الإيمان مع ربه تبارك وتعالى، وكي يذوق حلاوة هذا الإيمان لابد أن يحقق هذه الثلاثة أمور: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما معنى هذا الكلام؟ المحبة المتعلقة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تتمثل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن حقيقة محبتك لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة أي المثال الممتاز والنموذج العالي في أن تعبد الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، أي لقاء الله يوم القيامة واليوم الآخر، أي النجاة يوم القيامة، وذكر الله كثيرا، كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من يظن أن لو أحدث ذكرا جديدا لله تبارك وتعالى يظن أنه هذا يكون أفضل، نقول لا، أفضل الذكر هو ما كان من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار التي هي وحي من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي صلوات من النوافل، وهذه الصلوات كما جاء في الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة من غير الفريضة في يوم كانت أو بني له بيت في الجنة، كان له بيت في الجنة أو بني له بيت في الجنة. إذن هذه لها أجور معروفة ومحققة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أنت
يا عبد الله تريد أن تتقرب إلى الله وتريد أن يحبك الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر لن يتحقق لك حتى تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع لابد أن يكون عن حديث ودليل صحيح، بمعنى هناك من أعداء الله من أوضعوا حديث، وهناك من ابتدعوا أمورا ما ينبغي للمسلم أن يفعلها ولا أن يسمع كلامهم في هذه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أتم دينه بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإنسان مهما ابتكر من صلوات أو من أدعية أو من أذكار يظن أنها أفضل من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد طرق باب الضلالة، إلا فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب على المسلم أن يكون محققا لقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب إنسان لا تحبه إلا لأنه مطيع لله ورسوله، مهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه محبة لله عز وجل، لأنه ما وقعت هذه المحبة في قلبك له إلا بسبب المحبة الأولى، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. فمتى ما وقر محبة الله أو وقرت محبة الله ورسوله في قلبك، فلن تحب إنسانا إلا إذا كان طائعا لله ورسوله مهتديا بهديه صلى الله عليه وسلم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. طبعا كان هناك كفار في قريش وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم بهذا، ونحن نقول كذلك: الإنسان الذي وقع في الأمور الكفرية من تركه للصلاة، من عدم اهتمامه بأداء الفرائض في سابق، وهو ولد بين أبوين مسلمين، ولكن يبقى أنه يفعل أفعال الكفار والضالين والمنحرفين، فهنا يعود إلى حظيرة الإيمان والابتعاد عما حرم الله وعما يوقعه في الكفر. فأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يعني أفعال الكفر وطريق الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. دائما يضع في باله أنه في خطر، أنه إذا عاد إلى فعل الكفار أو الأفعال التي يقع في الكفر مثل ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بين المسلمين وبين المشركين الفرق بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد كفر أو أشرك. فتارك الصلاة هذا على خطر، لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار حتى تتحقق له حلاوة الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وإياكم بالإيمان، ووفقنا وإياكم لما يحبه وأرضاه. أكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وفعالياتنا اللي شاهدتوها. نتمنى يعني أن أعجبتم في هذه الحلقة، وإن شاء الله راح نتواصل معاكم في حلقات مقبلة. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.